تغير نظرة المجتمع تجاه التخصص ده، ان احنا اه بصراحة بنحب داخلة هذا وده التخصص. هدفي، ان المجتمع نظرة المجتمع للتعليم الفني مش كويسة الحقيقة، فاحنا بنطلب ان ده يتغير، لان الثانوي الفني صعب جدا جدا ومش اي حد يتوفق فيه، لانه هو عايز فنيات دقيقة جدا مش اي حد يوصل لها، والحمد لله حققنا ده. وكمان نظرة المجتمع للتعليم الفني ان هو بسيط، واحنا مش بنقول ان احنا هربنا من كؤوس الثانوية العامة علشان اسهل، لا احنا تعبنا جدا جدا، لو كنا في الثانوية العامة ممكن ما نكونش نتعب بالطريقة دي، لان احنا عايزين نوصل لحاجة كبيرة جدا والحمد لله وصلنا لها، وبنطلب بس من سيادة الوزير ان هو يقدر ده. واحنا بنطلب كمان ان احنا يمنحنا فرصة للتعليم العالي في كلية الهندسة، احنا مش طالعين اوائل الجمهورية او جايبة 98% وعلشان ادخل معهد او ادخل، احنا عايزين هندسة، عايزين هندسة، واحنا بالنسبة لنا المتوفر لنا هندسة خاص، احنا عايزين الدولة تمنحنا الفرصة دي، ان احنا اي دولة متقدمة بتتقدم بالصناعة، واحنا اخترنا صناعة عشان ممكن بلدنا تتقدم بينا، وده اكيد يعني. ان شاء الله. يعني اعتقد انه يعني النداء بتاع امنيه يا رب يوصل على الاقل بالنسبه للاوائل، يعني العشر الاوائل في الدبلومات الفنيه او المتفوقين في الدبلومات الفنيه. ممكن طبعا ده حضرتك عارف ان ده قانون ومنظومه كامله، ولكن هذا الامر يستحق الدراسه، يعني اتمنى ذلك فعلا يعني ان شاء الله. فعلا. هبه هبه هبه، قولي لي، وانت دلوقتي معاكي دبلوم ثانوي صناعي، انت خارجه ومتعلمه ايه؟ يعني تقولي انا اجيد ايه دلوقتي؟ متعلمة الحاجات الأساسيات بتاعة الكهرباء، يعني أساسياتها الكهرباء مش سهلة، ولازم ومتعلمها كويس ودارسة فيها وعارفة، فمتأسسة فيها يعني. يعني تقدري تشتغلي في مجال، يعني تشتغلي في المجال ده عادي جدا، ودلوقتي عندك المهارات الحمد لله الأساسية. اتأسسنا في قسم الكهرباء، اتأسسنا حاجات الكهرباء تمام الحمد لله. يعني كل كهرباء البيت عندكم انت اللي متولياها اكيد. الحمد لله. طب هايل والله يا هبه. امال قولي لي، انت اتعلمتي ايه في المدرسه او خارجه بتجيدي ايه؟ طبعا زي ما هبه قالت، كلنا متاسسين في قسم الكهرباء، يعني في ناس كتير مثلا عمال كهرباء او كده، ناس صنايعيه وكده شغالين مش متعلمين المهنه، فمش عارفين اساسيات، فاحنا عرفنا الاساسيات دي واشتغلنا عليها واتدربنا كويس والحمد لله يعني. ميلاد، ما تقولي ايه السر في البنات؟ اشمعنى البنات دايما متفوقين كده عندكم في المدرسه، ومش في المدرسه وفي كل حاجه في مصر يعني. البنات عندهم صبر وقوه احتمال قويه جدا تخليهم يعني يذاكروا يعني فتره. انا بحب لهجتك قوي يا ميلاد، يعني جميله والله العظيم. والله جميله. فقوه عندهم قوه احتمال وعندهم صبر وعندهم يعني فتره، يعني عندهم فتره احتمال جامده جدا. بس ممكن ميلاد، انا هطلب منك بقى ان انت توجه رساله للشباب اللي زيك لسه في اعدادي او غيره ومترددين ان هم يدخلوا ثانوي فني صناعي، تقول لهم ايه؟ انا تعليم الثانوي الفني طبعا هو طبعا صعب، بس بحمد ربنا الاول طبعا مش في حياه صعبه، وكل ربنا مش بيضيع تعب حد، ومش في حد بيتعب ربنا مش بيديله مهما يحصل، وربنا يعني مش بيضيع تعب حد، طبعا كل واحد طبعا بيذاكر ربنا بيديله على قد تعب. طبعا امال، يعني الحمد لله اللي خلاك التالت على الجمهوريه في تخصصك، اكيد يعني وراكي يعني اهل وعيله وسند هم طبعا عيلتي سر نجاحي طبعا. اولا انا ما كنتش اصلا يعني ناوي ادخل تعليم فني خالص، بس ده كله بظروف مرض والدتي ربنا يشفيها رب ويعافيها. فانا طبعا عايزه اقل مصاريف، طبعا الثانوي العام عايز مصاريف جامده، فانا حبيت ان انا اساعدهم فدخلت تعليم فني، بس طبعا هدف ان انا ادخل هندسه، فذاكرت على ده وحققت ده الحمد لله. وان شاء الله ربنا يحقق يعني مرادك وتدخلي الهندسه وتدخلي اختبارات القبول ان شاء الله وربنا يكرمك يا رب. بس احنا بس نفسنا ان احنا ناخد منحه على حساب الدوله ان احنا نكمل هندسه ان شاء الله يا رب. رساله حضرتك وصلت يعني. نفسنا يكون لنا مكان في بلدنا، ومش عاوزين نطلع بلد بره مصر ونثبت نفسنا في بلدنا، احنا بلدنا اولى بينا من اي بلد تاني. طبعا انت اهو بتثبت نفسك في بلدك وانت اهو من الاوائل اهو الحمد لله، وان شاء الله يعني تبقى حاجه عظيمه ميلاد طبعا. باذن الله يعني يا رب ربنا يوفقك يا رب. هبه انا دايما بحب يعني في هذا البرنامج اشير دايما لفكره مجهود الاهل والاب والام، لانهم هم دول يعني الوتد اللي احنا بنسند عليهم. ايوه هم دايما اهلي كانوا بيصبروني خالص، بيصبروني حتى الواحد كان في ظروف بيمر بيها خالص في السنه، كان اوقات صعبه خالص، كان دايما بيصبروني ويشجعوني ومش تستسلمي وربنا هيكرمك والله، وليه ربنا مش بيضيع تعب حتى خالص وهيكرمك وكده يا رب. وانت امنيه بقى، انت الاولى بقى يعني انت
كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم؟ والله في ايام كنت بذاكر من 8 ل 9 ساعات، وفي ايام طبعا كان في ماده رسم فني، دي هندسه كهرباء، كنا بنطبق باليومين 25 ساعه لوح، ومعانا اللوح دي موجوده. كان في ايام متعبه جدا، وطبعا في ايام برضو كان حالتنا المزاجيه مش بتبقى متظبطه. فتره كورونا دي جت كانت فتره صعبه جدا، صحيح، بس احنا خدنا وقت كده فيها ان احنا نرتاح شويه، بس مش كبيره، ورجعنا تاني اقوى من الاول. كان القرارات فتره كورونا كانت صعبه جدا علينا، وتاجيل الامتحانات، احنا مجهزين نفسنا الامتحانات من شهر واحد، ومش معتمدين طبعا على اي حاجه غير مجهودنا. والوقت اتاخر علينا جدا، بس الحمد لله احنا حاطين قدامنا هدف وصلنا له. وانا يعني عايزه اوصل حاجه، ان لازم نحط اساس، لازم نحط هدف عشان نوصل له، ما يكونش فيها اقل من كده. طبعا وطبعا لازم يكون في ثقه كبيره في ربنا اول حاجه، ثم في نفسنا، لان الثقه دي بتولد حاجات كتير قوي حلوه. وطبعا بشكر والدي جدا، لان هو دعمني كتير، وبشكر مدرسيني ورؤساء الاقسام ومدير المدرسه طبعا، ومامتي واخواتي. طبعا اهل الشرقيه كلهم كده يا هبه شاطرين زيكم ولا ايه؟ ده واضح ان الشرقيه دي يعني ايه، يعني بتقدم لنا نماذج محترمه قوي في التعليم، يعني مختلفه. أيوه. كمان اي اللي هو يعني الدعم والثقه بالله بتجيب حاجه حلوه خالص. وبعدين لازم يبقى الواحد عنده ثقه في ربنا بعد كده، فيه اللي هو ايه، ربنا هيكرمه، مش هيضيع تعبه. وربنا بيكرم كل واحد على قد تعبه او قد مجهوده. يا رب ربنا يكرمكم. يعني انتوا الاربعه طبعا وزمايلكم السته تانيين، عاوزين نقول اسمهم بقى ميلاد عشان نكرمهم كده معانا في يعني عشان نذكرهم بالتكريم. يعني دي اسماء السته بقى اللي هم من العشره. في ملحوظه ان احنا 10 ترتيب اوائل، بس احنا مش 10. ان كل مركز في يعني مركز اول ومركز اول مكرر فيه كده، بس المركز الاول لا، في ثالث مكرر وفي رابع مكرر، اكتر من شخصين. طبعا. وكلهم كل يعتبر العشرة من مدرستنا، نفس المدرسه. وده كان المدرسين من سنه اولى داخلين وقايلين لنا انتوا هتبقوا كذا، ونفس الترتيب طلع. طب ما نقول اسماء المدرسين العظام دول مين بقى؟ الاستاذ محمد عبد الحميد، الاستاذ تامر صبر معوض طبعا، رئيس قسم الكهرباء، الاستاذ صلاح عطيه، الاستاذ صلاح المصري مدرس الرياضه، الاستاذ محمد خلاني مدرس العربي، الاستاذ احمد فرحات، استاذ فتحي الجندي اخصائي اجتماعي مدير المدرسه، الاستاذ مهندس بهاء الدين اسماعيل، الاستاذ محمد عبد الحفيظ جمله خالص. الله، عاوز اقول لكم المشهد ده والله العظيم يا جماعه اللي انا بتفرج عليه ده مشهد سينما. مجموعه من اجمل وانجب ولاد وبنات مصر مع بعض بيذكروا اسماء معلميهم بكل خير، وكمان يعني حافظينهم وبيقولوا بيتدافعوا، يعني قد ايه حاله الحب والجمال. يعني مين احنا معانا؟ واحد مدرس مين بقى ده؟ ده استاذ صلاح عطيه، رئيس قسم الكهرباء، رئيس القسم، راجل عظيم والله الاستاذ صلاح عطيه. استاذ تامر صبر معاه، استاذ تامر اهو معانا اهو. الله على الجمال. دي مامتي، والدتك، ست الكل. حبيبه قلبي، ده احنا، ده عائلتي انا. شوف الصوره دي، ده فين؟ ده عيلتك يا ميلاد؟ الله الله على العيله المصريه الجميله الاصيله والبيت الحلو المصري. الله الله، انا يعني عاوز اقول لكم انا فخور بيكم جدا، وبلدكم فخوره بيكم، مجموعه من الاوائل المحترمين يعني. وايضا يعني كل الشكر والتحيه والتقدير لاهالي الشرقيه لانهم قدموا الاربعه اللي حضراتكم شفتوهم. نشكر حضراتكم جدا على هذا اللقاء الممتع ان شاء الله، ويا رب امانيكم تتحقق باذن الله. يا رب ان شاء الله، ونداءكم وصل، ويا رب يحصل استجابه او دراسه للنداء اللي حضراتكم قدمتوه. نشكر حضراتكم جدا، ونلتقي يوم نلتقي غدا ان شاء الله يوم الجمعه في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع.